وإلى مجريات الحملة الانتخابية لرئاسية 17 أبريل التي أدركت يومها الخامس. البداية إذن بالتجمع الشعبي الذي نشطته المترشحة لويزا حنون بولاية البليدة، والمزيد مع إلهام عشير. تقوية الدولة بمؤسسات ذات مصداقية تعكس الإرادة الشعبية لن يكون إلا بإصلاح سياسي شامل، تقول لويزا حنون. في حالة ما فوضتموني سوف أرجع الكلمة لكم لنشرع في إصلاح دستوري عميق لإحداث الديمقراطية الحقيقية، إصلاح دستوري عميق يؤسس للديمقراطية الحقة، يؤسس للديمقراطية الحقة، فيكرس المساواة الفعلية في الحقوق وما بين القانون، ما بين الجنسين وبين مختلف أطراف المجتمع الجزائري فيما يتعلق بالمرافق العمومية، عبر إرساء نظام معادلة وبرامج خاصة بالنسبة للبلديات والولايات المحرومة والمتخلفة تنموياً. أملك الجرأة للفصل الحقيقي ما بين السلطات ولترسيم تمازيغ لغة رسمية ثانية بجنب اللغة العربية لتقوية اللحمة الوطنية. أما في الشق الاقتصادي فتعهدت مرشحة الرئاسيات بتدارك النقائص الواردة في قطاع الاستثمارات. نحن لا ننكر الاستثمارات العمومية، لا ننكر المجهودات، لكنها منقوصة وكل السياسات متناقضة علاقة بطبيعة النظام، نظام الحزب الواحد الذي تم ترقيعه بعد أكتوبر 88 ليستمر وتسبب في المأساة الوطنية، وهو مسؤول عن تسليط مخطط التصحيح الهيكلي الذي خلف المعاناة، خلف البؤس، خلف تشريد ما لا يقل عن 1.5 مليون عامل، خلف دمار اقتصادي، وبالتالي عملية إعادة الإعمار متناقضة، لأنه يتأكد أن المؤسسات البالية القديمة لا يمكنها أن تأتي بالجديد. لذلك رشحني حزب العمال لأنني أملك الجرأة لإحداث القطيعة الفعلية. هذا وتعهدت لويزا حنون في حال فوزها بالالتزام بسياسة جبائية جديدة تخفف الأعباء على الجبهة الداخلية.